السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس السابق كنا في الصفحة 14 العدد. أنا أقرأ وأنتم تقرؤون معي. هؤلاء 24 طالبا. نلاحظ في هذه الجملة هؤلاء أربعة وعشرون طالبا. أربعة طالبا، لما ذكرنا أربعة طالبا، ولما ذكرنا أربعون أي المذكر، أربع وعشرون طالبة. فهمتم هذا العدد والمعدود؟ إذا كان المعدود مذكرا يأتي العدد مؤنثا، في مثال هؤلاء 24 طالبا، طالب هنا معدود مذكر، جاء العدد 24، جاء العدد مؤنثا، هؤلاء 24 طالبا. وإذا كان المعدود مؤنثا، يأتي العدد مذكرا، كما في المثال هؤلاء 24 طالبة. طالبة هذا معدود مؤنث، العدد يكون مذكرا، كما في المثال هؤلاء 24 طالبة، 24 طالبة. وكذلك هؤلاء 25 طالبا، اقرأوا هؤلاء 25 طالبا، هؤلاء 25 طالبا، هؤلاء 25 طالبا، هؤلاء 25 طالبة، هؤلاء 25 طالبة، هؤلاء 25 طالبة، هؤلاء 26 طالبا، هؤلاء 26 طالبا، هؤلاء 26 طالبا، هؤلاء 26 طالبة، هؤلاء 26 طالبة، هؤلاء 26 طالبة. طيب، نفس الجملة بدون هذه الأعداد، العدد الذي ذكر هنا غير هذا العدد، من منكم يأتي الجديد، العدد الجديد غير هذا العدد؟ هناك موجود 24، 25، 26، من يأتي منكم بالعدد الجديد؟ نفس الجملة، ما في مشكلة، نفس الجملة. طيب، هؤلاء
سبعتو وعشرون طالبا هؤلاء سبعتو وعشرون طالبا وفي المؤنث هؤلاء سبعون وعشرون طالبة هؤلاء سبعون وعشرون طالبة إذا كان المعدود مؤنثا إذا كان المعدود طالب طالبة هذا معدود إذا كان المعدود مؤنثا يأتي العدد العدد ستة سبعة ثمانية هذه عدد يأتي العدد مذكرا كما في المثال هؤلاء ستة وعشرون طالبة 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 المعدود العدد جاء مذكرا المؤنث معدود مؤنث العدد مذكر هؤلاء ستة وعشرون طالبة وإذا كان المعدود مذكرا طالب مذكر طالب مذكر يأتي العدد مؤنثا كما في المثال هؤلاء ستة تا قلت التاء المربوطة علامة المؤنث علامة المؤنث هؤلاء ستة وعشرون طالبا ستة وعشرون طالبا واضح؟ طيب ندخل في الدرس الجديد نبدأ بالدرس الجديد الوحدة الثانية الدرس الأول الدرس الأول عنوان الدرس في مكتب البريد في مكتب البريد تعرفون مكتب البريد؟ مكتب البريد تعرفون مكتب البريد مكتب البريد بوست اوفيس في مكتب البريد ان ذا بوست اوفيس في مكتب البريد طيب الحوار المحادثه كلام الحوار المحادثه الكلام طيب حسن حسن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموظف الموظف يعني الذي يعمل الذي يعمل في مكتب البريد الذي يعمل في مكتب البريد لا هناك موظفون سفير استاف الموظف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب هناك السلام ورد السلام رأيتم أنتم السلام ورد السلام الأحد يعني أحد سلم والآخر رد السلام والآخر رد السلام السلام عليكم وعليكم السلام حسن حسن أريد الطوابع أريد الطوابع تعرفون الطوابع؟ لا طوابع أيوة معنى الطوابع؟ لا لا هناك أريد طوابع ستامبس أيوة أيوة هذا هو فهمتم؟ التذاكر مثل التذاكر صغيرة هناك تضم على ال أيوة طيب حسن أريد الطوابع أريد طوابع يعني التذاكر صغيرة هناك الموظف كم طابعا تريد كم طابعا ساعي 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 لا لفافة لفافة پہ چپکاتے ہیں اور ٹکٹ جو چھوٹا اسی کو تابع تابع توابع بولتے ہیں تابع جمع توابع لفافے ٹکٹ جو چپکاتے ہیں اسی کو حسن اريد التوابع الموظف كم طابعا كم طابعا تريد كم كم تريد ايوه كم كم how much تريد حسن
اريد خمسه طوابع، اريد خمسه طوابع من فئه ريال، من فئه، فئه قليل، شيء شيء من ريال، من فئه ريال، فئه شيء من فئه ريال، من بعض الريال، من بعض الريال. اريد خمسه طوابع من فئه الريال وثلاثه طوابع من فئه الريال ونصف. ثلاثه طوابع هناك، خمسه طوابع هنا، ثلاثه طوابع، خمسه طوابع من فئه الريال وثلاثه طوابع من فئه الريال ونصف، من فئه ريال ونصف. طيب कुछ रियाल का पांच मांग रहे और मिन फियत रियाल बनिस और कुछ रियाल और आधा रियाल है मेरे पास उसका तीन चाहिए. यानी यहाँ पर जो बात होगी कि कुछ महंगे टिकट हैं और कुछ सस्ते टिकट हैं, तो ये पांच टिकट वो चंद रियाल वाले जो हैं सस्ते वाले वो चाहिए और जो तीन टिकट वो महंगे वाले जो है वो चाहिए. सही. الموظف تفضل، الموظف تفضل، هذه التوابع، هذه التوابع، هذه التوابع. يعني الموظف يحضر له التوابع، يحضر له التوابع، يعني خذ هذه التوابع، خذ هذه التوابع، تفضل خذ هذه التوابع. طيب تفضل خذ هذه التوابع. الموظف تفضل هذه التوابع، حسن شكرا. يعني بعدما اخذ التوابع قال شكرا. تفضل هذه عشرة ريالات، تفضل هذه عشرة ريالات. الموظف هذا الباقي، يعني يرد الباقي، الباقي يرد. الموظف هذا الباقي. أتريد شيئا آخر؟ الموظف يسأل أتريد شيئا آخر، يعني هل عندك سوى التوابع عندك شيء آخر، يعني عمل آخر أو تريد شيء آخر. حسن نعم، حسن نعم. أريد أن أرسل رسالة مسجلة وبرقية، رسالة مسجلة وبرقية. تعرفون مسجلة؟ ريكاردر، مسجلة ريكاردر. برقية؟ لا. पहले जो एक तो खत वगैरह भेजा जाता था और एक रिकॉर्डिंग करके मैसेज पहुंचाने का सिस्टम आया था. नहीं फैक्स नहीं, टेलीग्राम पेजर, हाँ कुछ आया सिस्टम चल रहा था ना, वही है. हाँ वॉइस मैसेज जो है नहीं मालूम. बिजली का, बिजली का बिल नहीं, नहीं जो सिस्टम बिजली से काम करता हो. أريد أن أرسل رسالة مسجلة وبرقية. طيب الموظف شباك الرسائل المسجلة هناك، شباك الرسائل المسجلة هناك. يعني شباك، تعرفون شباك؟ أيوة ديبارتمنت أو شوبا، خيركي بس معناه خيركي ويندو. شباك، شباك الرسائل المسجلة هناك. والبرقيات في المكتب المجاور لمكتبنا، والبرقيات في المكتب المجاور، في المكتب المجاور. المجاور تعرفون المجاور؟ نحن بجوار المسجد، نحن بجوار المسجد، هذا الصف مجاور المسجد، هذا الصف مجاور المسجد. طيب والبرقيات في المكتب المجاور، في المكتب المجاور لمكتبنا، لمكتبنا. مكتب تعرفون المكتب؟ اوفيس. طيب فهمتم؟
والبرقيات في المكتب المجاور لمكتبنا. مكتب المجاور هذا مكتبنا وهذا مكتب المجاور وهذا مكتب البرقيات المكتب المجاور. طيب حسن شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يعني كثيرا. جزيلا يعني كثيرا. جزاك الله خيرا. الموظف وإياك. لا شكر على الواجب. لا شكر على الواجب. طيب بجلی سے ایک پیجر والا بتائے وہ ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں. اور ٹیلی گرام والا سسٹم کیا تھا؟ بعد میں آیا تھا. تو ایمرجنسی پہنچتا تھا. اور یہ مسجل والا, یہ پیجر والا وائس ریکارڈ کر کے نا. ہاں تو وہی کہ یہ جو ٹیلی گرام ہے برقیات یعنی فوری طور پہ پہنچانے کے لیے, اور یہ وائس ریکارڈ ہے کہ ریکارڈ کر کے بھیج دیے, جب وہاں پر وہ سنے گا تب وہ سن سکے گا. تار بھیجنا اس کو پیجر کو یا پھر اس کو ٹیلی گرام والے کو. ٹیلی گرام تار ہاں وہ مطلب بجلی تو اس سے. ٹھیک ہے. لا شکر علی الواجب. واجب پر شکر ہوتا ہے. ہاں یعنی ہمارا فارم تھا یعنی یہ تکلم کا انداز ہے, آداب گفتگو ہے, آدمی بولتا ہے. طيب الان انا اقرا وانتم تقرؤون معي. انا اقرا وانتم تقرؤون معي. الدرس الاول في مكتب البريد. حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموظف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن. أريد الطوابع. الموظف كم طابعا تريد؟ حسن. أريد خمسة طوابع من فئة ريال وثلاثة طوابع من فئة ريال ونصف. الموظف تفضل هذه الطوابع. حسن شكرا. تفضل هذه عشرة ريالات. الموظف هذا الباقي. أتريد شيئا آخر؟ حسن نعم. أريد أن أرسل رسالة مسجلة وبرقية. الموظف شباك الرسائل المسجلة هناك. شباك الرسائل المسجلة هناك والبرقيات في المكتب المجاور لمكتبنا. حسن شكرا جزيلا. جزاك الله خيرا. الموظف وإياك. لا شكر على الواجب. طيب أريد الآن منكم شخصين. منكم شخصين. واحد اسمه حسن والثاني هو موظف في مكتب البريد. هما يتكلمان بهذا الكلام. يتكلمان بهذا الكلام. من منكم يستعد للتكلم بهذا الكلام؟ نفس الكلام بس. ويأخذ الكتاب. ما في مشكلة. يأخذ الكتاب ومن الكتاب
يبين يتكلم من الكتاب يتكلم يتكلم من الكتاب من جوال يتكلم من الجوال الثاني من طيب أنت حسن أنت حسن أنت موظف في مكتب البريد أنتم لا تذكرون حسن السلام عليكم الموظف لا خلاص أنت حسن أنت الموظف ابدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أريد توابا كم تابعا تريد أريد خمسة توابع من فئة ريال وثلاثة توابع من فئة ريال ونصف تفضل هذا التوابع توابع آپ حسن ہے نا تو حسن والی باتیں بولے شکر تفضل هذه عشرة ریال هذا الباقي اتريد شيئا اخر نعم اريد ان ارسل رسالة مسجلة وبرقية شبكر رسائل المسجلة هناك والبرقية في المكتب المجاور لمكتب المكتبين شكرا جزيلا جزاك الله خيرا وإياك لا شكر على الواجب طيب ممتاز جزاكم الله خيرا وحسن الجزاء أحسنتم هناك بعض الأخطاء في الإعراب هناك بعض الأخطاء في الإعراب مثل أريد توابع هناك خطأ أريد خمسة هكذا طيب ما في مشكلة أحسنتم جزاكم الله خيرا طيب الآن من منكم يقرأ من البداية إلى النهاية من البداية إلى النهاية يبدأ الدرس الأول في مكتب البريد إلى النهاية طيب مصطفى أنت تقرأ ونحن نقرأ معك طيب اقرأ الدرس الأول الدرس الأول في مكتب البريد في مكتب البريد حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموظف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسن أريد توابع أريد التوابع الموظف كم تابعا تريد حسن أريد خمسة توابع من فئة ريال وثلاثة توابع من فئة ريال ونصف الموظف تفضل هذه التوابع حسن شكرا تفضل هذه عشرة ريالات الموظف هذا الباقي أتريد شيئا آخر حسن نعم أريد أن أرسل رسالة مسجلة وبرقية
الموظف شباك الرسائل شباك الرسائل المسجلة هناك المسجلة هناك والبرقيات في مكتب المجاور لمكتبنا والبرقيات في المكتب المجاور لمكتبنا حسن شكرا جزيلا شكرا جزيلا جزاك الله خيرا الموظف وإياك لا شكر على الواجب طيب تريدون مرة أخرى يعني الإعادة في القراءة طيب ندخل في التدريبات إن شاء الله التدريبات أجيب عن الأسئلة الآتية إجابة كاملة الأسئلة موجودة الأسئلة موجودة تحتاج إلى الأجوبة أنتم تجيبون أين حسن الآن من يجيب حسن الآن في مكتب البريد أحسنت حسن الآن في مكتب البريد أحسنت كم تابعا يريد حسن كم تابعا يريد حسن كم كم كلها كم كلها ثمانية كم تابعا يريد حسن يريد حسن ثمانية طوابع ثمانية طوابع كم تابعا يريد حسن يريد حسن ثمانية طوابع ثمانية خمسة زائد ثلاثة خمسة زائد ثلاثة ثمانية طيب كم ريالا أعطى حسن الموظفة كم ريالا كم ريالا أعطى حسن الموظفة أعطى حسن أعطى حسن الموظفة أعطى حسن الموظفة عشرة ريالات عشرة ريالات عشرة ريالات أعطى حسن الموظفة عشرة ريالات عشرة ريالات طيب كم ريالا أعطى حسن الموظفة أعطى حسن الموظفة عشرة عشرة ريالات عشرة ريالات طيب أين مكتب البرقيات أين مكتب البرقيات مكتب البرقيات بجوار مكتب البريد أين مكتب البرقيات جوار مكتب البريد جوار المكتب مكتب البريد بريد لا لا مكتب البريد كامل هناك شباك 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 برقيات مجاور علي باجمع طيب شباك مسجلات هناك موجود موجود ايوه والبرقيات برقيات جوار المكتب البريد ايوه ما السؤال اين مكتب البرقيات مكتب البرقيات بجوار المكتب مكتب البريد بجوار مكتب البريد يا مجاور مكتب البريد أين مكتب البرقيات؟ مكتب البرقيات مكتب البرقيات بجوار مكتب البريد بجوار مكتب البريد طيب السؤال الخامس هل ذهبت إلى مكتب البريد اليوم؟ اليوم؟ لا اليوم؟ هل ذهبت؟ مكتبة البريد أي مضاف تو مكتبة البريد بجوار مكتبة بجوار مكتب البريد هل ذهبت إلى مكتب البريد اليوم؟ لا لا
ما ذهبت ما ذهبت تبل ما تبل طيب اليوم اليوم today اليوم today اليوم القادم ما يسمى اليوم القادم لا لا بالعربية اليوم القادم غدا كيا بولتے اس کو غدا غدا اليوم القادم غدا اليوم المضى امس اليوم المضى امس طيب امس اليوم غدا امس اليوم غدا هذا طيب كون سؤالا كما في المثال كون يعني اجعل سؤال انت اجعل سؤال في المثال كما في المثال المثال مكتب البريد اين مكتب البريد لفظ مكتب البريد السؤال اين مكتب البريد اين مكتب البريد كذلك الان كون اسئله كما في المثال السابق مسجد الجامعة ما هو السؤال؟ أين المسجد؟ أين؟ أين مسجد الجامعة؟ أين مسجد الجامعة؟ أين مسجد الجامعة؟ طيب الثاني غرفة المدير أين غرفة المدير؟ أين غرفة المدير؟ نفس السؤال أين غرفة المدير؟ أين مسجد الجامعة؟ أين مكتب مدير أين مكتب البريد طيب الثالث بيت المدرس بيت المدرس ما هو السؤال أين بيت المدرس أين بيت المدرس طيب الرابع سيارة طبيب سيارة الطبيب أين سيارة الطبيب أين سيارة الطبيب يعني وهي طريقة ایک طریقہ جو اوپر سے سکھائے کہ مکتب البرید اینا مکتب البرید وہی طریقہ سب میں اختیار کرنا ہے اینا سیارۃ الطبیب اینا سیارۃ الطبیب پانچواں سوق السمک اینا سوق السمک اینا سوق السمک مچھلی بازار کہاں اینا سوق السمك طيب طريق المطار أين طريق المطار أين طريق المطار فهمتم فهمتم أسلوب السؤال أسلوب السؤال طريق أين طريق المطار طريق مطار تعرف مطار طيب وطريق طريق ايوه طيب يا تشيز اين طريق المطار ها ايربورت کا راستہ کہاں بتائیں گے نہیں سچ جو ہے اشارے سے بتائیں یا پھر آدمی اگر نہیں ہوگا تو بتائے گا فلاں بلڈنگ کے پاس سے نکلتی ہے فلاں جگہ سے نکلتی ہے چلیں تیسری مشق ہے اجر الحوار الاتیہ مع جارک کما فی المثال یہ اہم شے ہے اجر الحوار الاتیہ مع جارک کما فی المثال یعنی هناك طالبان طالب اول طالب ثانی طالب اول يقول ماذا تريد طالب ثانی يجيب من فضلك اريد التوابع من فضلك اريد التوابع طالب اول كم تابعا تريد كم تابعا تريد طالب ثانی اريد ثلاثه توابع اريد ثلاثه توابع یہ ایک طریقہ بتلائے ہیں گفتگو کا ایک طریقہ بتلائے ہیں اسی طریقے پر آپ کو گفتگو کرنی ہے نیچے نیچے جو مثال دی گئی ہے اس مثال کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کو گفتگو کرنی ہے تو لہذا دو دو کا گروپ بن جائے دو دو کا گروپ بناؤ دو دو آدمی گفتگو کرو نیچے کی جو بات ہے دو دو فرد ایک دو تین چار
चार है तो कम आठ लोगों के लिए है ये। किसके नहीं कुछ कुछ ना वो वहां पर नीचे जो यानी ऊपर आपको एक अंदाज दिया है कि दो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, एक कहता माजा तुरीदो, दूसरा जवाब देता है मिनफज लिखा उरीदो तवाबे, फिर पहला पूछता है कम ताबान तुरीद, कितने चाहिए आपको, दूसरा जवाब देता है उरीदो सलासा तवाबे। एक अंदाज बतलाए हैं गुफ्तगू का, इसी अंदाज को नीचे अपनाने के लिए कह रहे हैं कि नीचे जो मिसालें दी हैं उसमें अपनाइए। अब जैसे यहाँ तालिब अव्वल माजा तुरीदो, तालिब सानी मिन फज़लिका उरीदो दफातिरा, मिन फज़लिका उरीदो दफातिरा, कम दफ्तरन तुरीदो, कम दफ्तरन तुरीदो, उरीदो उरीदो खमसता दफातिर, कुछ रियाल से तो ये एक हो गया कि पहले वाले में जैसे ऊपर अंदाज दिया माजा तुरी दो, नीचे भी माजा तुरी दो, तालिब सानी जवाब दे रहा मिनफज लिखा उरी दो दफा तिरा, उरी दो दफा तिरा, अब तालिब अव्वल कह रहा है कम दफ्तरन तुरीदो, कम दफ्तरन तुरीदो, चलिए मेरे साथ बोलिए माजा तुरीदो मिन फज़लिका उरीदो दफातिरा, कम दफ्तरन तुरीदो उरीदो सलासत दफातिरा, उरीदो खमसत दफातिरा, माजा तुरीदो मिन फज़लिका उरीदु अक़लामन, कम क़लमन तुरीदो, कम क़लमन तुरीदो उरीदु खमसत अक़लामिन, उरीदु सलासत अक़लामिन, माज़ा तुरीदु मिन फज़लिका उरीदु कुमसानन, उरीदु कुमसानन, माजा कम कमीसन तुरीदो, कम कमीसन तुरीदो, कम कमीसन तुरीदो उरीदु सलासत कुमसानिन, उरीदु सलासत कुमसानिन, माजा तुरीदु मिन फज़लिका उरीदु ज़ुरूफ़न, तारीफ़ुन मानल कुमुस कुमसान कमीस, कमीस तारीफ़ुन मानल ज़ुरूफ़, ज़ुरूफ़न मिन फज़लिका उरीदु ज़ुरूफ़न, ज़ुरूफ़ ज़र्फ़ जमो ज़ुरूफ़, हाज़ा ज़र्फ़ नौ मिन ज़र्फ़ क़िस्म मिन ज़र्फ़, अय्युह قسم من الظرف. طيب ماذا تريد من فضلك اريد ظروفا، كم ظرفا تريد، كم ظرفا تريد اريد خمسة ظروف، اريد أربعة ظروف، اريد ثلاثة ظروف. طيب الاخير استبدل كما في المثال، استبدل كما في المثال جیسے مثال میں ویسے آپ تبدیلی کیجئے بدلیے، المثال هذه عشرة ریالات، هذه مثال، هذا مثال، هذه عشرة ریالات دولارات،
هذه عشرة دولارات هذه عشرة دولارات الآن استبدل الآن غير كما في المثال السابق جنيهات ماذا يقال جنيهات هذه عشرة جنيهات هذه عشرة جنيهات طيب دراهم هذه عشرة دراهم هذه عشرة دراهم 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 غير منصرف طيب جنيهات عملة في مصر لعل في مصر لعل في طيب فرنكات 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 هذه عشرة فرنكات هذه عشرة فرنكات هذه عشرة فرنكات قولوا هذه عشرة فرنكات هذه عشرة فرنكات قروش قروش هذه عشرة قروش هذه عشرة قروش منصرف هذه عشرة قروش هذه عشرة قروش روبيات اب جیسے یہ اصل میں جو اصل لفظ ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں نا جیسے درہم ہے اصل لفظ کو دیکھتے ہیں خیر وہ عدد معدود کی بحث الگ بحث ہے کیسا ڈیسائیڈ کریں گے شیخ اگر پھر یہ معلوم نہیں کہ بھائی مطلب کریں ہم نے کیسا ڈیسائیڈ کریں گے معلوم کیا مدد کیا لانا اب اس میں جو طریقہ دیا یہاں ایک ایک جملے میں جو بتلایا جا رہا عشرات ریالات عشرات یعنی یہ سب جمع استعمال ہوں گے جمع استعمال ہوں گے اور یہ مؤنث استعمال ہوگا عشرہ هذه عشرة قروش هذه عشرة قروش روبيات هذه عشرة روبيات هذه عشرة روبيات هذه عشرة روبيات ريالات هذه عشرة ريالات هذه عشرة ريالات طيب نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ بالدرس الجديد رسالة إلى أبي جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك